دونك بالنسبة دونك شنو أصلا نحكي لكم على الكتاب اللي قريته اللي هو اسمه العهد القديم أو لونسيان تستامون اللي هو الكتاب بتاع اليهود. دونك بالنسبة لسيدنا إبراهيم دونك معناتها مشى من بلاده المدينة اللي هي اسمها أرام اللي كانت موجودة بولاد ما بين النهرين، ومشى لجهة كنعان هو وولد خالته ولا ولد عمته لوط. وكان وقتها متزوج من السيدة سارة اللي هي كانت ما تجيبلوش الصغار. وبعد نعرفوا حكيته كيفاش دخل مع دقات في هذه المنطقة كنعان، لكن جاتهم أيامات متاع جفاف، فاضطر سيدنا إبراهيم بالنسبة لسيدنا لوط قعد في كنعان، أما سيدنا إبراهيم مشى لمصر. وغاديك في مصر دونك صارت الحكايه مع فرعون، لانه هذاك فرعون اعجب بسيدة ساره واخذها من عند سيدنا ابراهيم، لكن لم يستطع ان ينكحها، فعادها الى سيدنا ابراهيم واعطاه من جمله ما اعطاه معناتها جاريه اسمها هاجر، وعاد الى كنعان. دونك لما عاد الى كنعان أنجبت هي السيدة هاجر أنجبت له ابنه إسماعيل. دونك يعترف اليهود لأنه هاجر سيدنا إسماعيل هو جد العرب، وقولوا لأنه هذايا سيدنا إسماعيل هو كان من أعداء اليهود، وزاد يقولوا لأنه مثلا هذايا سيدنا هاجر جاها ملايكة قال لها راهو ما تخافش راهو شكون من احفاد والابناء هذا سيدنا اسماعيل ام اخويا ياسر شد حارب اليهود. دونك بعد شنو يقولوا لانه سيدنا ابراهيم طرد السيده هاجر وهذيك توقف الحكايه. دونك بالنسبه لليهود ما فماش حكايه نتاع كيفاش بناء الكعبه وكل. دونك بالنسبه لهم هما سيدنا ابراهيم طرد السيدة هاجر وتحكيه. نرجع لسيدنا سيدة هاجر. دونك نهار من نهارات سيدنا إبراهيم قاعد ياخي جوا زوج ملايكة قالوا له راهو مبشروك لأن سيدنا هاجر يجيب لك ولد اسمه إسحاق، وقالوا له راهو نحن ماشيين لولد عمك هذايا سيدنا لوط اللي هو كان يسكن في مدينة اسمها سودوم، وكانوا ذوما زوز مدن واحدة اسمها سودوم والأخرى اسمها غومورت على البحر الميت، وكانوا قوم من قوم لوط معناتها كانوا ناس يحبوا المثلية دونك مثليين. دونك ونعرفوا لأنه هذوما زوز ملايكة مشاو اللي هما على هيئة إنسان مشاو سيدنا لوط، ويخي جاءوا قوم لوط هذوما المثليين قالوا حاشنا بيهم يخي سيدنا لوط قال لهم ها هما بناتي، كان عنده زوج بنات وما تمسهمش، لكن بعد ذلك عاقب ربي معناتها قوم لوط هذوما وردهم الى حجاره. بالنسبه لليهود يقول انه ربي انزل عليهم مطر من الصفر والنار وحول زوجته من الى تمثال من الملح. وبعد يقولوا لأنه بالنسبة سيدنا لوط وقت خرج جهز مع زوج بناته شنو صار؟ هذوما زوج بناته شنو صار؟ زوج بناته شعملوا؟ قاموا بإغواء أبوهم ودوك شربوا الشراب وقاموا معه بالفاحشة وجابوا منهم جابوا منه زوج أولاد، كل واحدة واحد جابت من عنده ولد اسمه مواب والآخر جابت من عنده ولد اسمه بن عمي. دوك وهذوما مواب كون شعب ودولة اسمها دولة الموابيت، وبالنسبة لبن عمي وجاب دولة كون دولة اسمها لامونيت، وكانوا هذوما زوج شعوب عداء زادة كبار بالنسبة له. نرجعوا لسيدة هاجر مات رسول إبراهيم. سيدة هاجر دونك جابت إسحاق. إسحاق كبر وعاد نهار من نهارات جاه الملايكة
جيت ملائكة لسيدنا إبراهيم قالت له لازم تقدم قربانا لله وهو أن تذبح ابنك إسحاق. بالنسبة لهما يعتقدوا أن عملية التضحية لم تكن معناتها إبراهيم لم يطلب أن يذبح بابنه إسماعيل بل طلب بالتضحية بسيدنا إسحاق. ودوك ربي أنزل خروف لي حتى لا يتم التضحية بسيدنا إسحاق. دونك هذا هو الاختلاف. دونك اليهود يعترفوا بأن سيدنا إسماعيل هو أب ولا جد العرب، ويعترفوا لأنه هذا إسماعيل هو عدو لدود للشعب اليهودي، ويعتقدوا زادا لأنه عملية التضحية ما قامش بها إسماعيل، ما كانتش معناتها في خصوص سيدنا إسماعيل بل كانت في خصوص سيدنا إسحاق. والسلام عليكم.